وصلتنا هدية. كرز يتقدم، السرعة القصوى. سأسبقك لأنني أسرع منك يا كرز. هيا هيا هيا. هيا يا روزي. بلبلة مشغولة مشغولة مشغولة. هاي أنا ربحت. ياي، بل أنا البطل. رومبا، من فاز؟ أنا لا أعرف. المفروض يا رومبا أن تراقب. لقد فعلت، لكن في النهاية لم لا يهم راقبت أم لا، أنا فزت. أنا فزت. روزي، ألن نحضر البسكويت اليوم؟ أتمنى لك الحظ في صنع الحلوى، وإلا يا روزي أحدهم ستغلبه معجزته. لكنني فزت. الشوكولاتة لو سمحتي روزي. لا أصدق أنك لم ترني أسبق كرز. آسف يا روزي، بلبلة ظهرت فجأة. روزي، ماذا؟ أين سري؟ أين ذهب؟ لا أعرف. لا تقلقي، ليس مع البيض والطحين، ربما سقط أثناء السباق. سأذهب لأبحث عنه. أسرع يا بينون. أما زلت نائما يا بينون؟ إنها الظهيرة. كيف لم أسمع جرس المنبه؟ أين هو؟ اختفى دبدوبي بوني أيضا، مع أنه لا يستطيع المشي يا بينون. لم يفارقني منبهي منذ ولدت. مهلا، ما هذا؟ وجدت مثلها. هل علينا فتحها؟ لا أعرف، بوني يحب الهدايا، سأقدمها له حين أجده. حسنا يا رومبا، أنا وكرز بدأنا السباق من هنا، إذن لنبحث هنا. معذرة يا روزي، لفة واحدة احتفالا بالفوز. هذه هدية. أتعرفين عيد من اليوم؟ ليس مهما يا رومبا، المهم أن أجد زري بسرعة كي أسبق كرز مجددا. لنذهب إلى منزل بينون، مررت به صباحا. أهلا يا روزي. أهلا يا رومبا. وجدتما هدية أيضا، انظرا. جيد، لكنني أضعت زري. منبهي المفضل اختفى. ودبدوبي بوني. أحدهم أخذ أغراضنا يا رومبا. هذا يحتاج المحقق رومبا. إذن بينون، أنت فقدت منبهك، متى اختفى بالضبط؟ لا أذكر، لم تكن معي ساعة. ليتني أحضرت البسكويت. التحقيق متعب ويشعرني بالجوع. انتبهوا. كفي كفي، هذا تحقيق مهم جدا. أنا سأحاول. حلوى. أحسنتِ يا روزي. إذن أخبروني، ماذا فعلتم صباح اليوم؟ فهمت، ولماذا كنتِ تقفزين؟ نحتاج إلى مساعدة شخص حكيم وذكي. هذا أنا. بصراحة قصدت أرزة. تعال معي. روزي ورومبا، مرحبا بكما. مرحبا بك، عرفتنا وأنت مغمضة. أعرف الكثير، وأسمع معدة رومبا تقرقر. آسف. روزي اقترب يا ابنتي، ما هي مشكلتك؟ أحدهم أخذ أغراضنا المميزة ولم يترك دليلا خلفه. هل تذهب الصحراء إلى الغيوم الماطرة؟ أم يأتي المطر إلى الصحراء؟
لكنها لا تمطر. أظنها تعني أن الأفضل إحضار الفاعل إلينا وليس أن نذهب نحن إليه. شكراً يا أرزا، يجب أن نسرع. كارز، مستعدة لجولة جديدة يا روزي؟ لا، لا أريد أن أهزمك مجدداً يا كارز، أريد استعارة كرتك أولاً. حسناً، موافق، ولكن انتبهي لها، إنها كرتي المفضلة. ستكون في أمان، أعدك. سأذهب لأرى فكري. لتنصب فخاً؟ دع طعماً مغرياً. الذي أخذ أغراضنا سيأخذ كرة كرز المفضلة، لذا سنراقبها ونقبض عليه. أوه، أهلاً! لقد اعتقدنا أنك جائع. أحضرنا البسكويت. شكراً. إذن لماذا نختبئ هنا؟ لنقبض على سارق أغراضنا المميزة. وضعت كرة كرز المفضلة هناك. أي كرة؟ لقد اختفت. أوه، كرته المفضلة روزي. وعدتي أن تحافظي عليها. أعرف، سأشرح له الأمر. أتمنى ألا يصرخ في وجهي. اختفت، لكنها كرتي المفضلة. أوه، أنا متشائم للغاية منذ هذا الصباح. سامحني يا كرز، كنت أحاول إعادة أغراضي المفقودة. ربما علينا فتح هذه الآن. أظنها من الذي أخذ الأغراض. أوه، ريش. إذن لو عرفنا من عنده ريش غزير سنعرف من أخذ الأشياء. أوه، ما هذا الصوت؟ أوه، كأني أسمع صوت منبهي. إنه قادم من عرفنا من. هذا زري بلبلة. أنا وجدته على الطريق. أبوني. هذه كرتي بلبلة. لماذا أخذت أغراضنا؟ لا يحق لك ذلك. لأنها تعجبني وليس عندي مثلها. ليس عندي من هذه الأشياء. ففكرت أن نتبادل. عليك استئذان الشخص قبل أخذ غرض يخصه. أعرف، وعرفت أنني لا أملك شيئا مميزا إلا ريشي، وحين بادلتكم به فقدته كله. حتى الاحتياطي. كم أنا حزينة. جميعنا حزننا لفقدان أغراضنا المميزة، لهذا هي مميزة. بوني سيزورك في أي وقت يا بلبلة. ويمكنك استعارة منبهي. وربما كرتي أيضا، لكن اسأليني أولا. ها؟ آسفة للمشاكل التي سببتها لكم. ليتني أستطيع تعويضكم. تستطيعين. أنا تسابق يا كرز. الصاروخ الخارق مستعد للسباق. أنا قادم. حسناً، النتيجة متقاربة جدا، لكن الفائز هو روزي. شكراً يا كرز، إنه أفضل سباق قمنا به. وهو آخر سباق تفوزين به. رائع. نعم، ألست رائعة؟ رومبا، أخبرني ما هو غرضك المميز. لدي الكثير، هناك ديناصوري واليويو وأحياناً لعبة الببغاء أو حذاء التزلج. عليك اختيار غرض واحد تفضله على البقية. واحد؟ نعم. ما هو؟ إنهما شيئان في شيء تقريبا. رومبا، اختر واحدا. تفضلي.